عندكم إلى سماحة الله آية سماحة الله آية سماحة آية الله إبراهيم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعدنا كثيرا باللقاء وأشرنا خلال الحديث إلى زيارتكم الهامة قبل أيام الأسبوع أنتم الوقت المرافق جناب رئیس بنده نمیخوام در این جلسه راجع به مسائل بدیهی که بین ما هست در واقع صحبت بکنم از اون بحث روابط و عمق در واقع جمهوری اسلامی ایران